الوزير. سلام عليكم يا فندم. سلام الله وبركاته، صباح الخير عليك وعلى مشاهدي مصر الزراعيه. صباح النور يا دكتور، تحت حضرتك يا فندم. طبعا مجهودات ملموسه وتحسب لصالح وزاره الزراعه حتى ننهض بحال الفلاح المصري. كلمنا عن هذه المجهودات وحرص وزاره الزراعه عن تلبيه كل رغبات واحتياجات اخواننا الفلاحين المزارعين. هو طبعا انا هرجع للخبر اللي قبليه، يمكن اعمل عليه كومنت يعني او تعليق، لكن انا بقول لاخواننا المزارعين ان الاخوه المزارعين دلوقتي عشان هو ده الوقت المناسب لزراعه القمح، الكل يحاول جدعان يعني يشد حيله ان احنا نزرع القمح ونحاول نخلص قبل 10 12. الاسمده بتاعت القمح كلها متوفره في الجمعيات، المقننات السماديه بتدي له الدفعه التنشيطيه الاولى، وبعد كده بيبدا يصرف له الدفعات الثانيه والثالثه، او بيدي له اذا كانت عنده الكميات كامله فبيقدر يدي له الكميه بتاعته. تمام. ده بالنسبه للقمح، والتهاوي موجوده متوفره في كل المنافذ ومنافذ الاداره المركزيه للتهاوي. نعم. عشان بس بعض المزارعين، ان بعض الناس بتبيع العبوه بتاعه القمح، فانا بناشد المزارعين ان يشتروا تهاوي القمح من الجهات الرسميه وليس من اي جهات، عشان بعض الناس بتعبي شكاير قمح ممكن تضيفها وتنزلها السوق وتكون غير من الاصناف الغير معتمده. نعم. ففي الاداره المركزيه للتهاوي موجود لها في المنافذ بتاعتها وفي منافذ الارشاد يبتدي يطلب الاصناف المعتمده ويزرع من الاصناف المعتمده، او اللي بيكسر في ذات عنده فبيكسر اللي هو انتاج اول سنه مش ثاني سنه ولا ثالث سنه. جميل. ده توجيه لاخواننا المزارعين. الجزء الثاني ان احنا ان الوزاره تتعامل بقوه وبحزم مع كل المخالفين وكل الناس اللي بتشتغل في تجاره الاسمده المضروبه او الاسمده اللي بتتصنع تحت بئر السلم او المبيدات، لن كلها هتحول الى النيابه. احنا بنتعاون مع شرطه المسطحات بوزاره الداخليه وادارات المرور، كل هذا الموضوع لن يسمح لاي حد يتاجر. الحملات مستمره على جميع المحلات وعلى جميع المناطق والجمعيات، فلن يسمح بتداول هذه الاشياء اللي بتضر بصحه الشعب المصري او بتستنزف اقتصاد مصر باشياء غير صالحه للاستخدام او غير مرخص باستخدامها. فاحنا عندنا مجموعه كبيره جدا من المخالفات اللي تم مسكها خلال العشر ايام الاخيره، سواء كان في محافظه كفر الشيخ او في محافظه المنيا او في محافظه المنوفيه او في محافظه الاسماعيليه او في محافظه الشرقيه، وكل هذه الموضوعات بتحال الى النيابه العامه. انا براجع اخوه المزارعين، انا يهمني المزارع نفسه ان هو يراجع يشوف العبوات دي مصدرها ايه، يسال المشرف الزراعي والمرشد الزراعي اللي موجود عنده في الجمعيه ان الحاجات دي ايه، هل دي حاجات مظبوطه ولا مش مظبوطه. تمام. ويبلغ عن اي حد في اي مكان، وانت بتحط ارقام عندك تقدر تخدم هذه الموضوعات. تمام. أنا بشكرك جدا الدكتور علي إسماعيل رئيس مكتب هيئة شؤون وزير، تحياتي لحضرتك يا فندم، ونحيي طبعا وزارة الزراعة. نتمنى يا رب كل